السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالتنا. الموضوع بمنتهى البساطة كده حابب اقوله لكم سريعا، يعني عايز اقول لكم انا بسجل الفيديو دلوقتي الساعة 6:30 صباحا. بس يعني النهاردة كنت بحاول، كان عندي كام مشوار كده فما قعدتش على الموبايل كتير، ما تابعتش الاخبار كتير، ف كنت قاعد كده شوية يعني بقلب في الموبايل فلقيت اخبار كده غريبة. اول خبر سمعته وقريته النهاردة هو من موقع اليوم السابع، ان مرتضى منصور او سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن النادي. طبعا الخبر شدني جدا، يعني برضو انا بحيي اللي كاتب الخبر، اللي كاتب الخبر يخلي اي حد يدخل عايز يتفرج عايز يشوف عايز يتابع ايه اللي حصل، هيمشي امتى هيجي امتى، خبر فيه سسبنس كده. المهم دخلت جوه الخبر خدت مقلب، اقسم بالله دين على طول، لقيت مكتوب 6 اكتوبر. قلت 6 اكتوبر يعني 6/10 خلاص رئيس نادي الزمالك هيمشي ويبقى في انتخابات جديده والكلام ده كله. فقال عند الانتهاء من بناء نادي الزمالك فرع 6 اكتوبر سيتم رحيل الاداره عن نادي الزمالك. يعني نفترض ان الفرع ده مثلا قعد يتبني في 10 سنين، في 20 سنة، ربنا يدينا يا رب كلنا الصحة وطولة العمر، هتفضل الإدارة موجودة يعني. يعني الإعلان عن إن الإدارة تمشي، الخبر اتقال كده، مرتضى منصور طلع قال أنا إن شاء الله هقول لكل الناس اللي بتنتقدني أو ما بتحبنيش أو عايزاني أمشي من نادي الزمالك إن أنا إن شاء الله خلاص ماشي، اول انا والاداره كلها يعني اول ما اخلص بناء النادي فرع 6 اكتوبر. فربنا يحيينا ويحييكوا ويديكوا طول العمر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك شير سبسكرايب، اشترك في القناه، فعل الجرس يوصلك كل جديد. كان معكم اخوكم عمرو عاطف، اشوفكم في حلقه جديده باذن الله في قناه صاحب الكوره.